السلام عليكم. في العام 623 للميلاد تحديدا في السنه الاولى للهجره شهد العالم واحده من ابرز التجارب الديمقراطيه عندما صاغ النبي محمد صلى الله عليه وسلم وثيقه المدينه المنوره اول دستور مدني عرفه العالم يكفل جميع حقوق الانسان كحريه الاعتقاد وممارسه الشعائر والمساواه والعدل. وجاءت المساواه في الماده الاولى من دستور الدوله الوليده الى جانب نصوص تحدد الحريات والمواطنه وقيم التعايش والتعدديه والعداله الاجتماعيه. ذلك التاسيس الاكثر رقيا لمفهوم دوله المواطنه المتساويه ركز على اهم المبادئ التي تطبقها اليوم دساتير الدول الحديثه وهو ما ينسجم مع جوهر الشريعه. يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ألا هل بلغت. يذيب الإسلام كل المعايير الوضعية للتفاضل والتمايز بين الناس على أساس العرق أو اللون أو الجنس لصالح مفهوم دولة المواطنة والكرامة الإنسانية، بينما على النقيض من ذلك يتصادم مشروع أدعياء السلالة العنصرية بالضرورة مع قيم المساواة وحقوق الإنسان والمواطنة ويذهبون أبعد من ذلك للي عنق النصوص الدينية في محاولة لجعل العنصرية تبدو عملا تعبديا. بل ومن لم ينزل عند اعتقادهم يعد مارقا وكافرا يحل لهم قتله ونهبه وهو ما يفعله الحوثيون واجدادهم الاماميون مع من يعارض فكرهم العنصري منذ قدم المجرم الرسي. يمضي زعيم الجماعه الحوثيه وافاكها الاكبر حسين الحوثي في ملابزمه لمحاوله تكريس العنصريه باعتبارها نظاما مثاليا للعيش من نافذه الافضليه بين الاشياء والاماكن والازمنه. ويرد الادله على ذلك بعض ايات القران الكريم، وهذا التفاضل يستعمله الحوثي غلافا لامعا لعنصريته العرقيه، باعتبار سلالته التي يزعم انتسابها للنبي عليه الصلاه والسلام مفضله عن بقيه اليمنيين بل والناس اجمعين. بالمقابل يتجاوز الحوثي ويتجاهل عامدا مجمل الايات الكريمه التي تؤكد على نهج رساله الاسلام، التي تحث على ان جميع البشر متساوون في الكرامه الانسانيه. والحقوق وتجعل من العنصريه باي شكل عملا مجرما وسلوكا مقيتا مناف لمبادئ الحياه السويه. يستند فكر الجماعه الحوثيه الى تراث فاسد يفرز الناس الى طبقات ويجعل بعضهم ساده واخرين عبيدا على اساس التمايز العرقي، وهو امتداد لتاريخ اسود ابتداه الرسي مؤسس الهادويه الجاروريه وقامت عليه الفكره والمشروع الامامي. وفي محصله فكره الافضليه الصيغه المحسنه من العنصريه الكهنوتيه يحرص هذا الفكر العنصري الذي يقوم على مرويات الولايه في البطنين وغيرها من الاباطيل حين يسيطر على الغاء مبدا تكافؤ الفرص للجميع والحق في المشاركه السياسيه وصنع القرار والديمقراطيه والتداول السلمي للسلطه بالانتخابات واحلال كل ذلك محل فكره الحق الالهي والولاية المزعومة لسلالة وعائلة واحدة، وهو يفعل ذلك لا يتوقف عن تكريس الطبقية وفرز أبناء المجتمع رأسيا وأفقيا بما يهيئ لصنع نموذج دولته اللاهوتية التي تبدو معالمها في النموذج الحوثي بصنعاء اليوم تبدو الحوثيه بنظريتها العنصريه القائمه على الدعاء الافضليه العرقيه اسوا الحركات العنصريه التي ظهرت وتلاشت عبر التاريخ اذ يتطابق فعلهم مع اليهود حين يزعمون انهم ابناء الله واحباؤه وشعب الله المختار، وتاخذ جرائمهم بحق اليمنيين الطابع العنصري ذاته للجرائم الصهيونيه بحق الفلسطينيين. وبالنظر الى الدوائر السياسيه التي تشكلت داخل قياده الجماعه بعد استحواذها على صنعاء وحتى اليوم تترسخ سلطه نفوذ عوائل السلاله فقط التي تمسك بتلابيب السلطه والثروه معا، بينما تجوع بقيه اليمنيين باعتبارهم مواطنين درجه ثانيه او زنابيل. وهذا التمييز سحب نفسه افقيا داخل البنيه الهرميه للجماعه اذ يعتمل تقسيم اخر داخل السلاله نفسها بناء على معايير افضليه لعوائل دون اخرى